نروح لمحررة ومراجعة هذه الدراسة دكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب جامعة القاهرة. صباح الخير حضرتك يا دكتورة. صباح الخير، أهلا بيكي جمانة. أهلا بحضرتك. لو تكلمينا أكتر عن هذه الدراسة وأكتر شيء لفت نظرك فيها. الدراسة دي كانت تقريبا من شهر في مجلة علمية طبية اسمها Frontiers in Medicine، مجلة مرموقة. أنا المحررة في المجلة دي، محررة لعدد خاص بالطب في القديم في الحضارات المختلفة، وجات لي المقالة دي فأنا رجعتها بنفسي علميا وبعتها لاثنين كمان من المراجعين وأجزتها بعد ما تمت المراجعات المطلوبة. المقالة دي بتورينا دراسة مهمة لجمجمتين مصريتين قديمتين، واحدة من تقريبا من 2600 عام لسيدة عندها 60 سنة، وجمجمة أخرى لرجل عنده 35 سنة برضو من يعني حوالي من 4500 عام، وتقريبا من وقت بناء الأهرامات. فيهم آثار زي ما تكون آفات أو أمراض في العظم، فسرت على أنها قد تكون أورام سرطانية. تم الفحوصات بأشعة المقطعية الدقيقة اللي هي المايكرو سي تي، وكمان بالفحص الميكروسكوبي. طيب. أهمية الدراسة دي إن إحنا ما عندناش حالات كتير يعني مثبتة للأورام في مصر القديمة، يعني مثلا في 46 حالة تم يعني كشفهم من 16 موقع اثري مختلف في مصر، يعني ديت دي الحاجات المعروفه. فانا لما يكون في اثنين كمان هيكتشفوا فانا ضمتهم للموضوع ده. طيب يا دكتوره، يعني احنا كنا لسه بنتكلم مع دكتور احمد عامر في التفاصيل، يعني انا لما في حضاره قديمه اعمل طرف صناعي او اعمل تقويم، يعني هنتغاضى عن القصه ونقول انه شيء عادي، لكن ازاي اولا اكتشف الورم السرطاني أشخصه، ثانيا إزاي أجري الجراحة بتخدير، وإزاي أطلع هذا الورم؟ يعني الفحوصات اللي حضرتك عملتيها هل ذكرت أي نوع من أنواع تفاصيل القصة الغامضة دي؟ طيب خلينا أجاوبك خطوة بخطوة. الخطوة الأولانية إن هل ما قدمته الدراسة دي بالذات، الدراسة بتاعت Frontiers in Medicine للجمجمتين دولت، الدراسة قدمت احتمالات من المنظر من شكلها انها دي تكون اورام. السيدة عندها ورم كبير والرجل عنده عدة اورام، قد تكون ورم الاصلي في البلعوم وفي ثنويات كتيرة في الجمجمة. تمام؟ طيب هل في بقية الهيكل العظمي موجود؟ لا، الهيكل العظمي مش موجود. انا بقول لك المحدوديات بقى بتاعت الدراسة. طب الحاجة التانية، هل تم فحص للفحص يعني هيستولوجي او فحص للانسجه لتثبت 100% ان ده ورم؟ لا، ما حصلش. طيب ايه موضوع العلاج اللي هم بيقولوا عليه؟ العلاج اللي بيقولوا عليه ده ان هو في من يعني افتين او 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 يعني حاجه في العظم اللي موجوده في الجمجمه اللي في الرجل في زي شروط او خربشه. والشروط والخربشه ديت لم تلتئم. في الحاله ديت بنقول ان الشروط او الخربشه ديت يا اما حصلت قبل الوفاه او بعد الوفاه. انا مش هقدر ان انا اعرف. وعلشان انها تكون قبل الوفاه اتحط احتمال انها قد تكون نوع من انواع العلاج. ولكن احتماليته لما تقرا المقاله العلميه الاحتماليه ديت احتماليه مش قويه. لان في حاجات ثانيه. سيبك من الميديا والاخبار وكده اللي هي ضخمت الموضوع. ده الشق الاولاني، وبقول لك محدوديه الدراسه والاحتماليه. تيجي انت سالت سؤال كويس قوي. انا بالاضافه الى كده انا عضو اللجنه العلميه للعرض المتحفي في مع وزاره الاثار، وانا يعني قمت بتصميم
فترينة الطب في مصر القديمة مع اللجنة. انت سألت سؤال، هل المصري القديم كان عنده معرفة بالأمراض وعنده معرفة بالعلاج وكده؟ أقول لك آه جدا، المصري القديم كان عنده دراسة شافية للطب. أي دكتور، بس احنا بنتكلم هنا عن أمراض متقدمة، يعني احنا مش بنتكلم عن أمراض بسيطة إن كان سرطانات أو غيرها. فهل بأي شكل من الأشكال توصلنا من خلال أي دراسة أنه على الأقل كانوا إزاي المصريين القدماء كانوا بيوصلوا لتشخيص الأمراض دي؟ أنا بقولك إن إحنا المصري القديم كان عنده دراسات متقدمة وعنده معاهد للطب اللي يسموها الدارحنخ، وفي زي كتب أو هي الجرديات الطبية بتوصف مش بس المرض وطريقة التشخيص بالطريقة اللي احنا كأنا كطبيبة حديثة في الوقت الحالي. الفكرة يا فندم انه مش بتبقى حتى في التشخيص الشفوي، احيانا بنحتاج لأجهزة متقدمة عشان نقدر نشخص. ممكن انتي سألتيني وخليني اجاوبك. اتفضلي مع حضرتك، انا بس عشان اوضح لحضرتك سؤالي. اتفضلي. أنا وضحت لحضرتك بقول إن في بعض الأمراض بتتطلب في وقتنا الحالي أجهزة متقدمة، هل غير الكتب أو في طريقة أو في دراسة قالت إزاي قدروا يشخصوا؟ أنت سألتي الأول إنهم هل عندهم، أنا بجاوب على السؤال خطوة بخطوة. اتفضلي. هل في عندهم معرفة بالأمراض؟ أه عندهم معرفة بالأمراض أو بطريقة علمية جدا. طيب الحاجة الثانية، هل في علاج؟ أه كان في علاج. هل كان عندهم ادوات؟ اه عندهم ادوات. وانا حاطه في الباترينت الطب في مصر القديمه العديد من الادوات بتتقسم الى 6 مجموعات تماثل مجموعات التولز او الادوات اللي احنا بنستخدمها حاليا في الطب الحديث، وزي ومذكوره برضو في كومومبو. هل كان عندهم امكانيه لعمل عمليات؟ ايوه، لان انا حاطه في الباترينه البتر اللي موجود في قدم السيدة اللي هي اسمها تباكت إدموت من 950 قبل الميلاد، وتم عمل بتر والسيدة تعافت، وأكتر من كده إن هو تم وضع كمان طرف صناعي عملوها عشان تقدر تمشي بيه. شكرا لك يا دكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة التشخيصية في كلية الطب جامعة القاهرة. شكرا جزيلا لحضرتك.